تعالوا بقى نروح دلوقتي نكمل اجواء الفرحه مع زميلنا كريم احمد من ملعب المباراه. برحب بيك اكيد كابتننا كابتن ايمن شوقي وكل كابتننا الكبار جمهور النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي الشخصيه والروح والجديه والاصرار الكبير اللي في لعيبه النادي الاهلي. قدرنا نحقق مباراه في غايه الاهميه لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان والكابتن مروان محسن. كابتن سامي قمصان مبروك يا كابتن سامي على المباراه، مبروك يا مروان. ابدا كابتن سامي، تحب تقول للعيبه الرجاله، ظروف استثنائيه، اصابات، غيابات، لكن كل ده اتقلب دوافع بشكل كبير جدا يا كابتن سامي. قدرنا نحقق ثلاث نقاط ومباراه اكتر من رائعه، حابب تقول لكل اللعيبه. طبعا لهم طبعا مبروك، ومبروك جمهور النادي الاهلي، ومبروك كابتن ايمن وضيوفه. الماتش زي ما انت قلت لعيبه رجاله، وهم دي شخصيه لعيبه نادي النادي الاهلي. عمرنا ما اتكلمنا على الاصابات او الغيابات، لكن كنا ودايما كنت بقول معاك ان عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه اللي موجوده كلهم. النهارده الحمد لله عندنا حوالي اربع لعيبه او خمس لعيبه اول مره يلعبوا ماتش قمه للزمالك، لكن رغم كده ما شاء الله الحمد لله اعتقد عملنا مباراه كبيره. اعتقد الحمد لله اظهرنا الحمد لله شخصيتنا، وعندنا الحمد لله كل الاحصائيات ايجابيه بالنسبه لنا. عندنا اهداف الحمد لله كتيره، تمركزات كويسه، استحواذ كويس، روح عاليه على اكتر ما. فاعتقد زي ما قلت كل مره دي شخصيه لعيبه النادي الاهلي، ودايما بقول للناس ودايما بقول لجمهور النادي الاهلي انتوا دايما في ظهرنا في الاوقات الصعبه والاوقات السهله. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا كمان وكمان، لان اللعيبه دي محتاجه كده، محتاجه الدعم ده، محتاجه اللي انتوا تقفوا في جنبنا كده. يعني لازم يكون عندكم ثقه كبيره جدا في ادارتكم وفي الجهاز الفني وفي اللعيبه، وان شاء الله لسه في مزيد ان شاء الله. احنا كسبنا مباراه مهمه، لكن لسه بدري على البطوله، لسه بدري جدا يعني، لكن الحمد لله اعتقد خطوه كويسه. واعتقد الحمد لله ثقه جمهور النادي الاهلي في لعيبته، اعتقد على طول اللعيبه الحمد لله على قد الثقه ديت. اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه كمان وكمان، وان شاء الله ربنا يوفق اللعيبه كلهم ان شاء الله. شكرا.